لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، الصحة تسجل 519 إصابة بكورونا. في العرب اللندنية، الكاظمي أمام امتحان توفير مياه الشرب للبصرة بعد فشل الحكومات السابقة. في موقع الهيئنات، بعد أسبوع من فقدانه، العثور على جثة متفسخة لشاب شمال الناصرية. في القدس العربي، صدامات في باريس على هامش تظاهرة ضد عنف الشرطة. في موقع عربي 21، احتجاجات أمريكا تتواصل، ترامب يهدد مجددا وبوش يهاجمه. في صحيفة نيويورك تايمز، لن يتوقف العنف حتى تحمي أمريكا أرواح أبنائها. وفي نيويوركر، مقتل جورج فلويد وضع أمريكا في مركز الدفاع على مستوى العالم وكشف عن قسوة مجتمعها. أهلا بكم. إن ما حدث في العراق لم يكن يتصوره العراقي ولا حتى في أحلامه، إلى أن جاء يوم الكارثة بعد أن ساعد فساد حكومي وتنافس حزبي على ضياع ثلث العراق. وكانت حكومات المالكي وهي نتاج 8 سنوات من تبديد الأموال وضياع موازنات انفجارية وفساد والانشغال ببناء دولة عميقة. مقال الكاتب أثير ناظم الجسور في صحيفة المدى العراقية. الكارثة التي كانت سبب كل هذه الأزمات هو اضمحلال الدولة وغياب الهوية الوطنية. كل هذا تم بعد أن أسهمت الأحزاب من خلال سلوكها وتوجهاتها من تحجيم دور الدولة وإضعاف مؤسساتها والتركيز على إضعاف الهوية العراقية لإعلاء الهويات الفرعية الطائفية والقومية والدينية وتسيدها المشاهد العراقية، ولتجعل المواطن العراقي فريسة لهذه التوجهات غير المنطقية، لا سيما وأن هذه الهويات صارت تتغذى على الصراعات المدعومة من خارج الحدود برعاية أمريكية. فالولايات المتحدة كانت على علم ودراية بالصراع الإقليمي على أرض العراق والتنافس على الهيمنة على القرار السياسي العراقي من خلال فواعلهم في الداخل، وشهدت على كل الخطط الموضوعة من قبل القوى الإقليمية التي أرادت وبشتى الطرق أن تهيمن ليس على القرار السياسي وإنما على الاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي من خلال محاربة كل الأفكار التي تعارضها في الداخل. بالتالي فإن صراع الهويات الطائفية والدينية لعب دورا في تحطيم المشتركات والتقاليد والقيم بين أبناء الشعب الواحد، بعد أن تم تحديد الصراع بين نحن وهم، حتى بات السؤال المحير للمواطن العراقي في الشارع: من هم النحن ومن هم الهم؟ المشكلة لم تتم محاسبة المقصرين على هذه الجريمة التي راح ضحيتها الآلاف من الشباب. لقد تم التأكيد على إضعاف العراق لا يكون قوة يهدد جيرانه كما كان في السابق. المقدمات الخاطئة أدت لحصد المئات بل آلاف الأرواح من العراقيين وتدمير البنية التحتية، وهذا يدل على الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق، فهي أرادت أن تحقق مصالحها وتشرع في تطبيق مشاريعها في المنطقة، لكنها في النهاية دمرت الدولة العراقية والمواطن العراقي. أم مهند عراقية تحول مقتل ابنها المتظاهر إلى قضية رأي عام، تقرير لصحيفة العربي الجديد. لم تتراجع العراقية شهلاء يونس، وهي مديرة مدرسة ثانوية للبنات في محافظة النجف جنوبي البلاد، عن المطالبة بمحاكمة قاتل ابنها الوحيد، متهمة التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر بقتله خلال حادثة اقتحام خيام المتظاهرين في ساحة التظاهرات الرئيسة وسط النجف مطلع شباط فبراير الماضي، والتي ذهب ضحيتها 6 متظاهرين وجرح العشرات على يد مسلحين من القبعات الزرق بحجة طرد المخربين والمندسين. وتعتبر حادثة ساحة الصدرين التي أطلق عليها عراقيون اسم واقعة جرة الأذن
التي اعترف بها الصدر من أكثر الأحداث مأساوية التي تعرض لها المحتجون في العراق، ولا سيما أن المتظاهرين في النجف عرف عنهم الانضباط، فيما ينتظر المحتجون نتائج التحقيقات والتي قال الصدر في مقابلة تلفزيونية أنها في عهدته. ومن بين الشباب المتظاهرين الذين سقطوا في الهجوم الشاب مهند القيسي الذي سرعان ما تحول إلى رمز من رموز الاحتجاجات في النجف، وظهرت عقب وفاته والدته شهلاء يونس تخاطب العراقيين وتتهم بصريح العبارة مقتدى الصدر بقتل ولدها، إلا أنها لم تسلم من هجمات إعلامية وتهديدات من قبل أنصار الصدر. وتواصل شهلاء يونس ظهورها بشكل شبه يومي وهي تجوب مناطق شعبية في مدينة النجف وتتحدث وتناشد بأخذ حقها ومحاسبة من قتل ابنها الوحيد، وأنها لن تسكت عن ذلك، متهمة التيار الصدري بذلك وتطالب بمحاكمته. منذ الاحتلال البغيض للعراق تكشفت لدى العراقيين الكثير من الأوراق المخفية عن الأنظار، منها حقيقة حملة مشاعل الحرية المزيفة التي تحملها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا لتنير للعالم الثالث دروب التحرر والرخاء والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، فقد تبين أنها أشبه بالرماح التي كان يرفعها سلفهم الغابر معلقين عليها رؤوس أعدائهم من الهنود الحمر، وما أشبه اليوم بالبارحة، مقال الكاتب علي الكاش. مأساة العراق شارك فيها إلى جانب قوات الاحتلال عدد من الدول الأوروبية والدول الإقليمية والإسلامية والعربية، سيما تلك التي سهلت احتلال العراق وغذت طفيلياته الشرهة، وتقف الآن متفرجة عما جنته أيديها من دماء العراقيين، إضافة إلى حفنة من العراقيين الذيول الذين فقستهم المخابرات الأمريكية والأوروبية والإيرانية والسورية ليمسكوا المعاول بأيديهم القذرة ويدمروا كل ما هو حي وعامر ويحرقوا كل ما هو أخضر. جريمة مشتركة تتحمل وزرها أيضا الأمم المتحدة ولجانها سيئة الصيت والرأي العام العالمي وبقية المنظمات الدولية. كانت جريمة بشعة بحق الضحية، تفرقت دماؤها على معظم دول العالم فأصبحوا شركاء فيها كل حسب موقفه ومساهمته، مع اعتبار أن السكوت عن الجريمة يعتبر مشاركة فيها أو الرضا بها في أقل تقدير. من المؤكد أن الاحتلال هو من أبشع صيغ التدمير الشامل والتخريب للنسيج الوطني، فهو أسوأ صورة من صور الحرب ضد الشعوب الآمنة، وهو أعنف أسلوب من أساليب الإبادة الجماعية وأحقر طريقة لسرقة موارد وثروات الأمم وأقبح السبل لمسخ هوية الشعوب وامتهان سيادتها وكرامتها وأردأ وقود لحرق تطلعات الشعوب وأمالها في المستقبل. يوما بعد آخر تسلط الأضواء بشكل مكثف عن الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الشعب العراقي بفعل همجية هذا الغزو الغاشم، على الرغم من محاولة الأمريكيين تمويه الحقائق وتزوير الوقائع عبر تسخير الماكينة الإعلامية الضخمة لخدمة أغراضهم الاحتلالية. مع ذلك فإن بصيصا قليلا من الضوء كشف جزءا مهولا من حجم جرائمهم وليس الجزء الأكبر منها. يجب مواجهة ما جرى ويجري من ضم في القدس والضفة الغربية، وكلنا عزيمة على إنزال الهزيمة بإجراءات الضم ودحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من خلال وحدة وطنية شاملة تذهب باستراتيجية المقاومة والانتفاضة الشاملة حتى تحرير القدس والضفة بلا قيد أو شرط، ولكن ليس لإقامة دولة وإنما لإعداد الوضع الجديد لمواصلة استراتيجية التحرير الكامل، مقال الكاتب منير شفيق في موقع عربي 21. علينا أن نرى أن استراتيجية تطويق الأمة العربية، بل ويجب أن لا يعتبر اتجاه بعض الدول المهرولة للتطبيع معوضة عن ذلك الطوق الاستراتيجي، فهذه هرعت وتأمل منه أن يحميها وهو المتراجع، وحالهما مثل التقاء المتعوس وخايب الرجاء. طبعا هذا البعد في الصورة العامة يجب أن يضاف إلى تقدير الموقف العام الذي يرى موازين القوى العالمية والإقليمية والعربية والفلسطينية والداخلية والصهيونية والأمريكية والرأي العام العالمي
ليست في مصلحة الكيان الصهيوني. وبالمناسبة، حتى نقطة الضعف العربي المتمثلة بدول الهرولة للتطبيع أو بما يدور من صراعات داخلية يجب ألا تحسب في مصلحته إلا من زاوية معينة، ولكن من زاوية أخرى يجب أن نتذكر أن دول النظام العربي السابق كان بعضها مقيدا أو مهددة، وبعضها كان قويا على شعبه والمقاومة. يتمثل الوضع الأشد خطرا في هذه المرحلة في السياسات الأمريكية والصهيونية صفقة القرن وسياسات الضم المتسارعة والسريعة والتي يريد منها نتنياهو أن يسابق الزمن باعتبار هذه اللحظة هي الأفضل بالنسبة إليه في تنفيذ سياسات الضم وما عبرت عنه وثيقة صفقة القرن المزعومة كصفقة. يقول الكاتب أيضا إن السرعة في المواجهة من جانبنا مطلوبة أيضا، وما ينبغي لنا أن نغلب أي مهمات على مهمة تحقيق أوسع وحدة وطنية لمواجهة تلك السياسات من خلال إطلاق انتفاضة شاملة وجعل الاحتلال مكلفا جدا مع الوقف الحازم لأي تنسيق أمني وقلب الطاولة بالجماهير والعصيان المدني وإنهاء الوضع الراهن الذي تعمل فيه سلطة اتفاق أوسلو. تعني العولمة تزايد حركة الأفراد والسلع المادية ورؤوس الأموال عبر الحدود، وتتعرض جميع هذه العناصر إلى ضغوط متزايدة، ذلك أن حرية حركة الأفراد تتعرض اليوم لقيود بسبب فيروس كورونا وتفاقم موجة من مشاعر العداء تجاه المهاجرين حول كثير من أرجاء العالم. ولا تزال الحركة الحرة للسلع مستمرة، لكنها تواجه تهديدا من جانب الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين بحسب الكاتب نوح سميث في مقال بصحيفة الشرق الأوسط. يدفع فيروس كورونا أعدادا أكبر من الدول للتفكير بشأن اتخاذ إجراءات مشابهة، خاصة بعدما تسبب الوباء في خلق محنة مؤقتة لعدد كبير من الشركات القوية في مناطق مثل أوروبا والهند. وهناك قلق على نطاق واسع من أن شركات من الصين، حيث كان الوباء أكثر خضوعا للسيطرة ولحقت بالاقتصاد أضرار أقل، ربما تحاول استغلال الفرصة للاستحواذ على أصول حول العالم. واقترحت مارغريت فيتسجر المسؤولة عن شؤون تنظيم المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي شراء حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد حصصا في شركات محلية للحيلولة دون استحواذ شركات صينية عليها. كما اتخذت اليابان في الفترة الأخيرة خطوات نحو تقليص الاستثمارات الأجنبية في كثير من شركاتها المدرجة في البورصة. حتى الآن تضمنت جميع هذه التحركات إعاقة تدفقات رأس المال الواردة، ومن بين التساؤلات المطروحة ما إذا كان سيجري فرض قيود على تدفقات رأس المال الصادرة على الأخرى، واليوم يبدو أن الولايات المتحدة تتحرك في هذا الاتجاه. ونظرا لأن كثيرا من الشركات الصينية تخضع لسيطرة حكومية كاملة أو جزئية وتمقت مسألة فتح حساباتها المالية أمام الأمريكيين، فإن هذا يعني أن شركات عملاقة مثل علي بابا جروب هوليدينغ ربما تنتهي الحال إلى إلغاء إدراجها بالبورصات الأمريكية. أكد مقال في مجلة نيوز ويك الأمريكية أن فرنسا التي حضرت عام 2010 تغطية الوجوه في الأماكن العامة وحرمت النساء المسلمات مباشرة من حقهن في ارتداء النقاب، أصبحت بعد انتشار فيروس كورونا تجبر مواطنيها على ارتداء الكمامات في بعض الأماكن العامة ليكون كلا القانونين ساري المفعول. مع اعتماد القوانين والمراسم التي تكره الناس على ارتداء الكمامات وبالتالي إخفاء وجوههم، تبدو قيم الجمهورية متناقضة وملتبسة، وقد تبدو مقارنة القوانين متحذلقة، لكن المعاني المختلفة التي قد تحملها القيم الأساسية في سياقات مختلفة تعرض المواطنين فعليا لانعدام أمن قانوني كبير. وأضافت الكاتبة: من الواضح أن هناك اختلافات كثيرة بين النقاب والكمامات الطبية، ووصفت الأمر بالعبثية وبأنه نقص من الحكومة الفرنسية عن تأطير حظر الحجاب. وأضافت أن قانون مكافحة النقاب يرتكز صراحة على فكرة أن الجمهورية تعيش مع الوجه المكشوف، ويمكن قراءة الكثير من الملصقات والمنشورات الحكومية المنشورة في ذلك الوقت،
والتي لا تزال معروضة في واجهات المتاجر كتفكير بقيم الجمهورية، حيث أنه إذا كانت هناك امرأة مسلمة تخفي وجهها لأسباب دينية فهي معرضة لغرامة وقد تضطر إلى إكمال صف تعليم المواطنة، حيث ستعلم أنها كونها مواطنة صالحة يعني كشف وجهها. وفي الوقت نفسه فإن الحكومة نفسها تخبر جميع المواطنين أنه لكي تكون مواطنا صالح يجب أن تبني ما يطلق عليه إشارات الموانع التي تشمل تغطية الوجه. وتتساءل الكاتبة، لماذا يكون من الأكثر شرعية اتباع القواعد الصحية بدلا من المعتقدات الدينية إذا كانت هذه لا تؤذي أحدا ويمكنها في الواقع حماية الآخرين؟ ليس فقط ضد الأمراض، حيث أن العديد من هذه الممارسات الاجتماعية أكثر صحية من عادة المصافحة الغربية، ولكن أيضا ضد التحرش الجنسي. أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها استبدال عشرات الصحفيين المتعاقدين مع موقع MSN التابع لها بأنظمة آلية تنتقي القصص والتقارير الإخبارية. وفي الوقت الراهن يتولى صحفيون الإشراف على جمع القصص الصحفية من المؤسسات الإعلامية واختيار العناوين والصور المرفقة بها للنشر على موقع MSN. وقالت مصادر من الشركة لجريدة سياتل تايمز إن الذكاء الاصطناعي سيتولى تلك المهام، وإنها اتخذت ذلك القرار في إطار تقييمها الدوري لأرباحها. وجاء في بيان صدر عن شركة تقنية المعلومات الأمريكية العملاقة، مثل كل الشركات نعيد تقييم أعمالنا بشكل دوري، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في بعض القطاعات، ومن حين لآخر قد يؤدي إلى إعادة توزيع القوى العاملة في قطاعات أخرى. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.